موضوعنا اليوم هو موضوع نقل التكنولوجيا. الدول المتقدمة الهامة جميعها في العالم بدأت بأن استضافت التقنية العالمية وطورتها لتصبح تقنيات وطنية. هذا ينطبق على الصين وعلى ألمانيا وعلى اليابان وعلى دول عديدة. ونحن هنا اليوم نتكلم كيف نستطيع أن نبني قدرات الوطن العربي في مجال استخدام التقنية لبناء تقنيات وطنية متقدمة في كافة المجالات بما في ذلك تقنية المعلومات. بالعالم العربي في كثير ابتكار، بالعالم العربي في رأس مال بشري كثير مهم، وأثبت الشباب العربي متعلم مدى إلمامه بالمعرفة والطاقات والتكنولوجيات الحديثة، استخدمها لخبرته اليوم، استخدمها لأهدافه بالشارع لتحقيق أماله. بدنا الشباب العربي كمان يستخدم طاقاته في إنتاج معرفة، في مساهمة في اقتصاد المعرفة، مش يكون فقط مستهلك وإنما منتج. وقت بدنا نكون منتجين بدنا نحمي إنتاجنا.